دايما بيراميدز كنا بنقف عنده بعلامة استفهام كبيرة جدا، وكان السؤال اللي ملوش إجابة، إمتى بيراميدز دوافعه يكون أكتر وياخد بطولة؟ لحد ما هم جاوبونا وفازوا وبطولة الكاس، وكل الناس قالت خلاص العقبة اتشالت، المشكلة ما بقتش موجودة، سوء التوفيق اتشال، كانوا بينافسوا دايما في الدوري لحد آخر خطوة، ويجي الأهلي أو الزمالك يقدر يفوز، يوصلوا مع الأهلي والزمالك لآخر مكان، زي ماتش حتى نصف نهائي السوبر والزمالك قدر بالخبرات والتوفيق يفوز. إمتى بيراميدز نقدر نقول لا يخوف فعليا؟ بيراميدز كاسم وكسكواد يخوف، بس ماذا ينقصه؟ بص حضرتك، يعني ودي أنا جملة دايما بقولها، تحقيق البطولات بيحتاج عوامل كتير. مش معنى أنت عندك سكواد كويس هتحقق بطولات، مش لعيبة كويسة بس، عندك إدارة بتوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية ولعيبة وأجواء والكلام ده كله، وعندك تاني حاجة جهاز فني قوي، تالت حاجة اللعيبة على أعلى مستوى سكواد يعني، رابع حاجة إعلام مساند، خامس حاجة ودي أهم حاجة جمهور. بيراميدز عنده حاجة واحدة أو حاجتين، إدارة ولعيبة. وان كنت جهاز فني قوي، يعني جهاز فني يوريشيتش، يعني مش في كل المباريات بيبقى قوي، يعني على فترات. لا نقف هنا نوضحها شويه للجمهور. حاول يوريشيتش من انجح المدربين الفنيين مع بيراميدز، يعني قدر حتى كان دايما في الدوري بيراميدز يوصل لنصف الدور الثاني، بعد كده يبدا يتراجع، هو وصل مع الاهلي لاخر ملاقات. المدير الفني انا بقيسه سواء في الاهلي او الزمالك او في بيراميدز في المواجهات اللي بينهم هم الثلاثه، مواجهات الكبار. معلش بقى، معلش انا بروح يعني مثلا بيراميدز بيلاعب اي فريق في الدوري اعلى فنيا واعلى سكواد واعلى دكه بدلاء واعلى كل حاجه. اوكي، فالافضليه ليه؟ حضرتك تقصد لو بيراميدز بيلاعب فريق في منتصف الجدول، لو بيراميدز خسر دي المفاجاه دي بس، لكن الطبيعي ان هو على الورق افضل. لكن انا اقيسه فين بقى؟ يعني بيراميدز بقاله 2000 يوم ما كسبش الزمالك في اي بطوله، دوري كاس سوبر اي حاجه، ما كسبش الزمالك. خلاص جماهير الزمالك بقى لما تيجي تلعب بيراميدز يقول لك كعبنا عالي. يبقى هو ناقصه ايه؟ ناقصه جماهير. خلاص ناقصه اضافه الى ان ده بقى هنا الجزء بقى بيبان لما السكواد يبقى عالي والمدير الفني مش على نفس مستوى السكواد. يبقى في هنا خلل، لان يعني انت بتلعب الزمالك في ماتش الدوري اللي خلص 1-1 والزمالك منقوص منه لعيبه ومصاب منه لعيبه وفي أسوأ ظروف، بيلعب بالشباب وحارس خلص الماتش 1-1 ماشي، وكان لسه في المنافسه، يعني كان لسه في امل في المنافسه، فيخلص 1-1 او تتعادل معاه. نفس الشيء في مباراه الكاس الموسم الماضي ماشي، الزمالك كسب بركلات ترجيح رغم ان كان في حاله طرد والكلام ده كله، فمش حكايه كعب عوله بس، ده اداره مباراه. اداره مباراه، فانت هو ما عندوش غير حاجتين، اداره ولعيبة وسكواد، والسكواد برضو منقوص. يعني بيراميدز راجع كل مبارياته مع الفرق الكبيرة سواء في دوري الأبطال الموسم الماضي أو في الدوري المصري مع الفرق الكبيرة، هتلاقي إن عنده ثغرات في الدفاع خاصة في قلبي الدفاع وحراسة المرمى مؤثرة جدا. وأنا لما يبقى عندي حارس كبير وقلبين دفاع أو قلوب دفاع على مستوى عالي هيشيلوا الفريق في الهجمات العالية، لكن أنت في معظم الأوقات الدفاع مش شايلك، انت عندك نص ملعب، السكواد نص ملعب مش قوي متكامل، هجوم قوي لكن الدفاع فيه ازمات كبيره جدا. فمش كل حاجه هتتحقق. يعني انت بتقول هو خد بطوله، خد بطوله فين؟ والزمالك خرج من في مفاجاه امام طلائع الجيش، والاهلي انسحب. يعني المنافسين المفروض هم هينافسوه او هو هينافسهم، هتقصد مقاييس منافسه البطوله اختلفت. فهو يعني خد بطوله من مين؟ من زد، برضه فريق لسه أول مرة ظهور لي كونه يوصل للنهائي، وكان يقدر يفوز زد، وكان في ده إنجاز، وزد كان في الشوط الأولاني كان ممكن يخلص المباراة وجات له أكتر من فرصة، والهدف جه في آخر دقيقة أو آخر دقايق المباراة، الهدف الفوز من خطأ دفاعي برضه في ركلة ركنية. فأنت مش يعني مش كل فريق عنده سكواد كويس يقدر يفوز بكل فريق بطل. البطولات بتحتاج عناصر كتيرة جدا.